أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. ارتفاع حصيلة ضحايا قصف قوات الأسد على مدينة إدلب مساء أمس إلى 4 مدنيين بينهم طفل وإصابة 19 مدنيا بجروح وفق الدفاع المدني السوري. السلطات الهولندية تلقي القبض على مهاجر سوري في بلدة دروتين بمقاطعة جيلدرلاند للاشتباه بارتكابه جرائم حرب في سوريا. الهلال الأحمر القطري يعلن عن توفيره كمية من أدوية السرطان الأساسية بقيمة مليون دولار أمريكي لمرضى السرطان في الشمال السوري. الأردن يعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة نوعية قادمة من سوريا كانت متجهة إلى مجموعات تعمل في تهريب المخدرات داخل الأردن وفق مدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى الحياري. الشرطة المدنية في مدينة الباب تلقي القبض على شخصين متهمين بإطلاق نار على عائلة محمود فارس العلي ما أدى إلى وفاة فتاة وإصابة أخيها وأمها. ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 21672 قتيل وأكثر من 56000 مصاب منذ 7 من تشرين الأول الماضي وفق وزارة الصحة الفلسطينية.